أنا دكتورة نورجان قاسم أحمد من العراق من محافظة كركوك. حضرنا دورة لابروسكوبي and هيستروسكوبي، دورة كلش حلوة مفيدة، وخاصة إحنا حاضرين other trainings بس مثل هذه الدورة وهاندز أون، ودكتور محمد كلش متعاون والكادر كله متعاون، هو المؤسسة أصلاً الأمريكان أسوشيشن، أسلوبهم بالمعاملة ويانا كلش حلو وكله مرتب، والتوقيت كلش مفيد كان، واستفادينا منهم علميا، ونتمنى للأيام القادمة ندخل لهم غير دورات نحضر لهم، وشكرا.